إن شاء الله هنبتدي المحاضرة رقم 10. في موضوع الـ Strut and Tie Model. بس في جزء قبل ما ندخل على الـ D Region رقم 3 دي 3. بالنسبة لو انا عندي ديب بيم، فانا عندي بيبقى فيه تسليح. صرف النظر انا حسبت التسليح ازاي. التسليح انا ممكن ارسمه على الفيس اللي هو في المواجهة ده، وممكن مثلا ارسم الافقي عشان بس اوضح الفرق، ان في حديد افقي سوليد، حديد رأسي دوتت. ده لو انا ببص على الفيس. لو انا بصيت على الجنب كده، فبشوف مين في الجنب؟ اشوف سيخين. بشوف السيخ بالديامتر بتاعه، يعني كروس سيكشن كده دايره، بشوف ايه سيخين. وطبعا السياخ ديت بتتكرر كل مسافه ايه اس، مسافه الاس ديت تبقى اس فيرتيكال. يعني طبعا كل شويه بقى ايه بيبقى فيه سيخين تانيين ليهم مسافه اس، وهكذا. يعني انت بترص مثلا 5 في المتر او 4 في المتر او 6 في المتر، فكل سيخين بيبقوا واخدين اريا من القطاع. يعني الاريا دي بيبقى عرضها اللي هو العرض بتاع الحائط اللي هو البي، وارتفاعها اللي هو الاس فيرتيكال. وبالتالي انا عندي هنا 2 ايه 2 فاي سخين اهوت ايا كان القطر. حتى انا الحديد دوت اللي انا رسمه ده اللي هو الافقي ولا الرأسي؟ السخين دول لو انا ببص من الجنب ده الحديد الافقي، وطبعا السخين دول هيبقوا فين؟ على الفيس، يعني قريبين من الايدج، يعني يا دوب المسافه بتاعت الكفر وكده. انا حتى هنا ممكن كمان احسب الميو، ممكن احسب الريشيو بتاعت الرينفورسمنت اللي هي نسبه التسليح. بس ده التسليح ايه بقى اللي هو الايه اللي هو الهوريزونتال. يعني ده لو انا عاوز احسب قد ايه نسبه الحديد اللي هو الهوريزونتال، فبقول ان الميو بتاعت الحديد الهوريزونتال المفروض ان انا عشان احسب التسليح بقسم مساحه الحديد على مساحه الايه الخرسانه. بس بدل ما اقعد اجمع كل السياخ من فوق لتحت واقسم على كل المساحه من فوق لتحت، طب ما انا اقسم مساحه سيخين على الاريا اللي ايه اللي بتخصهم. فيبقى هنا انا هحسب الاريا بتاعت 2 ايه بتاعت 2 فاي، صح؟ يعني اجيب الاريا بتاعت السيخ واضرب في 2، فاحسب الاريا بتاعت 2 فاي واقسم على ايه على مساحه الخرسانه اللي هي البي مضروبه في مين في الاس فيرتيكال. كده يبقى انا جبت الريشيو. طيب ده الحديد الايه الافقي. طيب لو جينا بقى نبص فوق، عاوزين نشوف الحديد الراسي. الحديد الراسي اشوفه فين؟ لو انا بقى بصيت فوق، لو انا بصيت من فوق، فالحديد الراسي بيبان كده سخين، بعدين سخين سخين، وانت ماشي كده ايه ده الحديد الايه الراسي. فانا نفس القصه، انا هاخد برضو ايه اخد سامبل كده، هاخد سخين بس 2، هلاقي هنا في بين السخين او كل سخين نصيبهم مسافه اسمها اس ايه اس هوريزونتال. بقى هنا ايه المسافه اللي بين الاسياخ اس هوريزونتال. طبعا انا شايف هنا برضو سخين، فممكن بنفس المنطق احسب الميو بس بتاع الحديد الايه بتاع الحديد الفيرتيكال. احسب هنا الميو بتاعت الحديد الفيرتيكال، فاعمل ايه؟ او برضه اقسم المساحه بتاعت الحديد على مساحه الايه الخرسانه. طب فين مساحه الحديد؟ يبقى عندي برضه اريا بس بتاع 2 فاي بقى، صح؟ 2 فاي. هل دول نفس ال 2 فاي اللي قبل كده؟ لا، ال 2 فاي اللي قبل كده كان حديد هوريزونتال، لكن ال 2 فاي دول حديد ايه؟ حديد فيرتيكال. طب فين المساحه؟ المساحه هتبقى عباره عن البي مضروبه في الاس ايه في الاس اتش. اذا انا عندي دلوقتي شبكتين، عندي ايه شبكتين. الحديد بيبان كخطوط في الاليفيجن، لكن في السايد فيو هيبان الحديد اللي هو الافقي سخين، وفي لو انا عملت بلان من فوق هيبان الحديد الفيرتيكال على شكل ايه على شكل ايه سخين وكده. يعني الحديد اللي انا رسمه في الحائط، الحديد اللي انا رسمه في الحائط اللي هو الحديد ده، ممكن انا ممكن عاوز اسميه، فانا ممكن اختار دول كده مثلا
اختار دول كده، وممكن ارجع اختار دول اختيار تاني لان الحديد مش هيبقى زي بعضيه. فانا لو عاوز اكتب الحديد ده مثلا ممكن اقول كده 5 فاي 12 مثلا على المتر، وبعدين اقوم قايل ايه اتش ايه اتش فيس، بس بنكتبها اي ايه اي اف اتش فيس. فمعناها ان الناحيه الثانيه فيها برضو كام نفس هنا مثلا ممكن اقول مثلا 6 فاي مثلا 20 على المتر، برضو ايه اتش فيس، يعني 6 الناحيه دي و6 الايه و6 الناحيه الثانيه. طبعا لو انا بصمم حائط والحائط دوت مش محتاج حديد خالص، يعني طلع المينيمم يعني، فانا بحط المينيمم سواء كان راسي افقي في مينيمم، يعني اي حاجه بتحلها او بتحسبها لو طلعت القيم صغيره بتاخد الايه المينيمم. فالحديد ده في النهايه بيقولوا عليه سكين رينفورسمنت، يعني سكين هنا من قشره، يعني لانه هو على الايه على القريب من الايدج يعني. فالحديد دوت لو انا حاطط او بطبيعه الحال سواء بقى كان في استرات ان تايم موديل او مفيش، الحائط ده عليه احمال ما عليهوش، انا كده احط الايه كده احط المينيمم، والمينيمم هنا هيبقى فيه فيرتيكال وفي ايه وفي هوريزونتال، فكده في حديد، مفيش حاجه اسمها ان انا هعمل حائط مثلا بدون حديد، يعني في كل الاحوال الحائط فيه حديد والحديد ده يبقى ايه يبقى المينيمم. طيب انا افرض انا مصمم وحاسب وحاطط المينيمم، وبعد كده ايه جه لقيت المساله فيها مثلا لود لوكال بريشر فوق، وبعدين رسمت الاسترات اند تاي، وبعدين طلع في النهايه ان في هنا ايه في هنا تاي، فالتاي دوت في فورس تي التيميت مثلا، فانا هاجي اقول ان الفورس بتساوي الاي اس في الاف يلد على جاما اس، فحسبت مين فحسبت الاي اس. طيب ما انا بالطبيعه اصلا في حديد موجود، ما هو ممكن الحديد اللي موجود يبقى كفايه ان هو يشيل مين، يبقى كافي ان هو يشيل مين يشيل الفورس اللي في الطاي. بس بقى مين اللي هيشيل الفورس اللي في الطاي، مين اللي هيشيل الفورس، هل الحديد الافقي ولا الحديد الراسي؟ لو الطاي ده افقي يبقى مين اللي هيشيله، الحديد اللي الافقي هو اللي هيشيله كده. بس انا هنا مشكلتي ايه بقى، ان انا هنا محتاج ان السيخ يتربط عند نقطه 1 و1، يبقى زي ما قلنا قبل كده، يبقى الحديد adequately anchored، يبقى مربوط كويس، يعني ما ينفعش يبقى في حاجه مشدوده وفي النهايه مش ممسوكه في شيء، يعني او مش مربوطه في شيء. طبعا مين اللي هيقاوم يعني، فلازم الحديد يكون مربوط كويس. فانا قلت قبل كده ان انا ببقى محتاج بعد النود ان انا يعني امد السيخ مسافه سوي ال دي على كام على 2، وقلنا الكود رجع قال هنخليها كام ال دي. طب ما هو مفيش فراغ تمد فيه السيخ المسافه المطلوبه، طب اعمل ايه في الحاله دي، هضطر اعمل ايه بقى، يبقى الحل ان انا اعمل كلوزد ايه كلوزد استراب، كان السيخ ده لما وصل، لو انا برسم بلان بقى كان لو دي كده ده عرض الكاميرا، ده كده البي، انا كده محتاج السيخ دوت، محتاج السيخ يمشي كده، وبعدين محتاج طول، هعمل ايه؟ ما عادش في مكان، اقوم امشي كده. طب محتاج لسه طول، اعمل ايه؟ اقوم اكمل كده. طب ما هو التاني زيه بالظبط، طب ما يبقوا الاثنين في النهايه ايه؟ يبقى الاثنين في النهايه حاجه واحده، لان انا في النهايه الاستراد دوت، الاستراد ده اللي هو فيه كومبريشن، الاستراد ده فيه كومبريشن اللي هو سي 1 مثلا، لو احنا افترضنا ده سي 1، فلو انت بتبص في البلان ارسم الاستراد دوت في البلان، ارسم الاستراد ده اللي هو الطاي، ده اللي هو الطاي، يعني الاثنين دول مع بعض كده فيهم الفورس مين؟ فيهم الفورس اللي هي التي، دول فيهم الفورس تي، بتشد زي ما انا راسم كده ناحيه الشمال. طيب لو انا عاوز ارسم الاستراد سي 1 ده في البلان هيجي فين؟ هرسم الاسقاط بتاعه في البلان هيبقى فين؟ هيبقى كده، كان بالظبط بعمل حاجه بالشكل ده، ده كده مين؟ ده الاسقاط بتاع مين؟ بتاع السي 1. السي 1 ده بيضغط لفين؟ عاوز يحرك النود رقم 1 دي للايه؟ للخارج، عاوز يحركها ناحيه اليمين لبره. طب مين اللي هيمنحها او يصدها؟
هو ايه الفرعين بتوع مين؟ بتوع الكهنة اللي هما في الاخر هيمثلوا مين؟ الطاي. فما كانش ينفع مثلا ان انا اجي في نهاية الكاميرا واقطع السيخ ده كده واقطع السيخ ده كده واجي اقول ان في قوة كومبريشن بتضغط كده، طب مين اللي هيحوشها؟ مش حاجة هتحوشها، فكان لازم هنا اقفل. فلو انا قلت ان لو انا بحل المسألة وقلت انا بطبيعة الحال عندي حديد اللي هو السكين رينفورسمنت، قلت ده كفاية يشيل القوة بتاعت الطاي، بس كان هيبقى باقي ان انا اعمل له ايه من على المحيط، لازم اعمل له حرف يو على اساس ان انا لو السيخ كان كده والسيخ كان كده، وقلنا ده مش نافع انه يقاوم، فكان المفروض احط هنا يو بار على اساس يبقى في هنا لاب تنشن سبلايس، كان انا حولت السياخ الستريت لكلوزد ايه لكلوزد استراب، وبالتالي لو في قوه جايه دياجونال مايله بس ده اسقاطها بتضغط هتلاقي حاجه في ايه تردها وتشدها كده ماشي. طيب افرض الحديد ده ما كفاش، افرض الحديد ده ما كفاش، طب اعمل ايه؟ ما كفاش، يبقى اجي في المنطقه اللي فيها الطاي بحط الايه، احط الفرق، احط الايه الفرق، كان انا مثلا لو دي الشبكه مثلا وفي المنطقه دي انا محتاج سي مثلا انا محتاج هنا دي 200 ملي وانا محتاج حديد كل 100 ملي، اقوم اعمل ايه؟ اقوم جاي مثلا مزود ايه سيخ كمان وسيخ تاني بحيث يبقى انا عندي ايه في المنطقة دهيت كثفت الحديد شوية، فأصبح إيه الحديد كل إيه 100 ملي بحيث يقدر يقاوم مين الفورس اللي فين في الطاي. طب فوق وتحت خلاص أنا بعيد عن الطاي مش محتاج إيه مش محتاج حاجة وكده. طبعا المسألة اللي أخذناها بعد كده كان الوضع اختلف، إن التنشن بقى فين؟ التنشن بقى عند الإيه مكانه اتغير، بقى عند الإيدج اللي فوق والإيدج على اليمين، فالتركيز هنا محتاج أركز أزود الحديد الأفقي بس فين؟ فوق، ومحتاج ازود الحديد الرأسي بس فين؟ بس على الايه؟ على اليمين. ازود على مين؟ على الشبكه اللي هي بطبيعه الحال ايه؟ بطبيعه الحال موجوده وكده. وطبعا لان الحديد هنا محتاج طول رباط، محتاج طول رباط، فهضطر اعمل الايه؟ اليو بارز. لكن حتى لو انا ما عنديش استرات اند تايب، لما بنيجي ننفذ الحوائط في الواقع العملي، في الواقع العملي لما بنيجي ننفذ بيبقى التنفيذ ان انا بعمل سيخ ستريت واعمل سيخ ثاني ستريت، وقوم جاي حاطط للسيخين دول ايه ده كانه في البلان يعني في المسقط الافقي، واجي احط يو بار. نفس الكلام ممكن يتعامل مع البلاطات، لو عندي بلاطه فلات مثلا وده السمك بتاع البلاطه ده التي اس، فانا ممكن اعمل سيخ سفلي كده واعمل سيخ علوي واعمل سيخ علوي، وبعد كده اجي في النهايه من على الايدج بتاع البلاطه واقوم جاي حاطط ايه يو بار افق يوبر لي ضلع سفلي وضلع علوي بحيث يبقى هو مسك السيخين السيخ السفلي والسيخ العلوي، يعني مع كل سيخين فوق بعض كده يبقى يدخل يوبر يقفل الايه المجموعه. ليه؟ لان انا ما ينفعش حتى في البلاطات ان السيخ يجي كده للنهايه ويقف والسيخ ده يجي للنهايه ويقف، لا ده انا ببقى ساعات محتاج زاويه للسيخ السفلي ومحتاج زاويه برضو للسيخ العلوي، ممكن ساعات يبقى ده محتاج اعمله زي شوكه مثلا السيخ العلوي يبقى زي شوكه مثلا، طب ده ممكن يبقى صعب التنفيذ، فانا اسهل على نفسي ان انا اعمل العلوي ستريت واعمل السفلي ستريت وبعدين اجي اجيب يو بار تدخل تقوم بالمهمه ان هي عملت الزوايا المطلوبه وعملت الجزء بتاع الشوكه وحلت الايه المشكله وحل ايه بسيط وسهل. نفس الكلام مع الحديد الراسي، لو انا عندي هنا سيخين والسيخين دول كده اعملهم ستريت بس بعد ما اخلص اجي اقوم مركب ايه مركب يو بار كده زي كليبس كده ينزل سهل التنفيذ، يعني ايه اعمل مجموعه واركب كل كليبس واربطه مع ايه مع السخين بتوعه، يبقى انا كده حولت الاستريت بارز لايه كان في النهايه اصبحت كلوزد ايه كلوزد استراب، او انا حليت المشكله. لان ايضا حتى بعيدا عن اي شيء ما ينفعش اسيب الشبكتين مش ممسكين في بعض، ان ممكن يروحوا مثلا يتحركوا يجوا في نص المسافه، لا فلازم في حاجه بتحكم ده، بالاضافه ان يبقى في جنب بيبقى فيه هنا سبيسر بيبقى فيه محطوط وسيله تعمل كفر يعني عشان الحديد ما يصدش في الخشب، يعني لو ده الايدج وده الحديد باجي احط هنا سبيسر كده، السبيسر ده ممكن يبقى خرسانه ممكن يبقى بلاستيك اي حاجه على اساس ان هو يعمل فاصل جاي من سبيس يعني يحكم الفاصل بحيث يبقى فيه كفر الحديد ما يلزقش في ال احنا قلنا اليو بار بنعمل ايه سبلايس صح سبلايس، والسبلايس ده بيبقى كومبريشن ولا تنشن سبلايس؟
تنشن سبلايس على اساس ان السيخ اصلا ايه مشدود ولا مضغوط. السيخ مشدود لانه تاي فيبقى تنشن سبلايس. هترجع بقى الكود 60 فاي مثلا ولا يقل عن مثلا زي ما الناس متعوده عن 1 متر وكده. فبترجع للكود وتجيب ال ال دي بس في التنشن وكده. واضح ده بس عشان كان في ناس سالت عندها لبس شويه بالنسبه لتوزيع السياق كده. اعتقد الامور اصبحت واضحه. هنروح بقى للايه للدي 3 يعني نحاول نخلص الدي 3. الدي 3 يعني في دي ريجونز بعد شويه هنكتشف ان ممكن تختصر لايه لدي ريجونز قبل كده يعني. فلو احنا مثلا اخذنا الدي 3 هعتبر ان انا عندي جسم من الخرسانه فوليوم من الخرسانه سي مثلا ارتفاعه مثلا اتش والعرض او الافقي ال. وهعتبر مثلا ان انا عندي في المساله في لوكال بريشر فوق مثلا وفي لوكال بريشر تحت. دي المساله يعني مساله واضح ان هي بسيطه شويه ومتماثله. عندي قوه مركزه فوق وقوه مركزه تحت في فوليوم من الخرسانه والقوه هتدخل وتخرج. بس هنا القوتين على ايه على نفس الايه الخط والمساله متماثله وكده يعني. طيب انا لو افترضت كده قلت من الاول اف ال اتش اكبر من 2 ال ال. لو ال اتش اكبر من 2 ال ال يبقى انا الاول اشوف فين الدي ريجونز صح. الدي ريجونز هنا في المساله هتكون بسبب الجيومتري ولا بسبب اللودنج؟ بسبب اللودنج لان الجيومتري قدامي ايه؟ واضح ان الجيومتري ماشيه ثابته. وطبعا انا ما انساش دايما في كل المسائل ان انا عندي ايه؟ عندي عرض اللي هو مين؟ اللي هو البي. والنوع ده من المسائل كل المسائل اللي احنا بناخدها لغايه دلوقتي نقول عليها ايه بقى؟ فاكرين بلين ستريس صح؟ بلين ستريس أو هنقول على المساله بلين ستراكشر. بلين ايه ستراكشر؟ الاستراكشر ده واقع فين؟ في مستوى الورقه يا دوب اللي مش موجود هو السكنس بتاع الايه البيم. والسكنس ده مش باين عشان في الاتجاه الايه العمودي. فانا رسمت المساله في 2 دي رسمتها على شكل ايه اريا وليها سكنس اللي هو الايه اللي هو البي. فانا عندي قوه. طيب عاوز احدد الدي ريجونز. فانا احدد الدي ريجونز ازاي؟ فين بقى في كام دي ريجون في المساله؟ اتنين. ليه؟ عشان في كونسنتريتد لود فوق في كونسنتريتد لود تحت. طيب الدي ريجون دي ابعادها هتبقى كام؟ يعني يبقى اخد ارتفاع اخد اتش ولا ال؟ انا عندي ثلاث ابعاد دلوقتي في المساله صح؟ عندي الاتش وعندي ال وعندي مين؟ وعندي البي. وانا عاوز ابعاد الدي ريجون اخد الاتش ولا ال؟ اخد ال صح؟ طيب فلو انا خدت ال كده لو انا خدت ال ده ال صح؟ وانا خدت هنا ايه؟ برضو هنا ايه؟ هنا ال برضو صح؟ طبعا واضح ان هنا الاتش اكبر من مين؟ من 2 ال. انا دلوقتي شلت من الاتش 2 ال بس باقي مين؟ باقي حته لان هي اكبر. فطبعا ديت هتبقى ايه؟ هتبقى بي ريجون صح؟ لان مفيش عدينا بقى الحدود بتاعت الدي فالمتبقي يبقى ايه؟ يبقى بي. طيب لو انت بقى بصيت للحته اللي فوق او بصيت للحته اللي تحت خالص لو بصينا للجزء اللي فوق خالص ده اللي هو الدي الفوقانيه دي شبه مين من اللي خدناه من شويه؟ شبه دي واحد. يبقى ديت على طول ايه؟ يبقى دي الدي واحد ودي برضو ايه؟ يبقى ديت الدي واحد. يبقى ديت الدي واحد مظبوط كده؟ يبقى انا دلوقتي مش محتاج بقى احل المساله تاني. ليه؟ انا على طول اروح استدعي من الستاندرد دي ريجونز الدي ريجون رقم واحد واحط الموديل بتاعها. احط موديل فوق وموديل تحت زي بعض بالظبط بس واحد مقلوب مين؟ مقلوب الثاني. طب ايه اللي هيحصل في البي ريجون؟ تبقى فاضيه؟ هتبقى فاضيه؟ لا هتلاقي الاثنين لما يتوصلوا ببعض هتلاقي الخطوط اصلا ايه؟ ماشيه مكمله ايه؟ مكمله عدل. فين؟ ليه مكمله عدل في البي ريجون؟ لان البي ريجون دي منطقه ما فيش فيها ديستربنس ما فيش فيها خلل. هتلاقي الخطوط ماشيه ايه؟ يعني الستريم لاينز ماشيه مستقيمه عدله كده ما فيش انحرافات لان المنطقه دي مش منطقه ايه انحرافات او كده او تغيرات وكده يعني. طيب يبقى المساله في النهايه بتقول الى 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 بي 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 ريجون صح. يعني انا كده ممكن اقول في الاخر هفصل المساله دي الى بي ريجون زائد 2 دي 1 صح.
يعني المسألة دي عبارة عن بي زائد 2 دي 1 مظبوط كده؟ يبقى بي زائد 2 ايه؟ 2 دي 1. طيب لو الارتفاع كان قد 2 ال ال يعني كان الاتش يعني ده فرض جديد اف الاتش بتساوي 2 ال ال ايه اللي هيحصل هنا؟ يبقى هنا هيحصل هتلاقي ايه الاثنين دي ريجونز دي طبعا القوة اف والقوة اف هنا الاثنين دي ريجونز هيحصل اوفرلاب ولا ميتنج يعني يا دوب هيتقابلوا صح هيتقابلوا فهما طبعا لما بيتقابلوا احنا كنا زمان لما بقى عندي تو ريجونز ويتداخلوا او يتقابلوا فكنا بن 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 بنستبدلهم بوان ايه بوان لكن انا في النهايه المساله دي بالنسبه لي طبعا ده في لاين اوف سيمتري صح فالمساله بالنسبه لي تبقى دي واحد ودي واحد هل هنا في بي ما عادش في بي المساله دي بالنسبه لي عباره عن 2 ايه 2 دي واحد خلاص جيب 2 جيب دي واحد ودي واحد واقلب واحد وركبهم مع بعض هيقوم يدوك الايه الحل بتاع المساله طب تعالى كده نجرب لو احنا هنحل المساله ديت لو انا بحل المساله ده اللاين اهوت اللي في النص فطبعا انا كان عندي كان لو تفتكروا في بيرنج بليت وقسمت انا القوه اللي فوق كنت قسمتها لكام لقوتين صح اللي هي اف على 2 والاف على 2 وبعدين كان في هنا سترات وبعدين دياجونال سترات وبعدين هيبقى في تاي وبعدين يحصل هنا ايه يحصل هنا اللي هو الرياكشنز اللي هو اف على 2 واف على ايه اللي هو اف على 2 واف على 2 طب لو انا رسمت نفس الكلام تحت نرسمه مثلا بلون تاني مثلا هلاقي هنا برضو نفس البيرنج بليت وعندي القوتين برضو اهوت اف على 2 واف على 2 وبعدين بمشي مسافه بسيطه هنا في سترات وبعدين دياجونال ودياجونال وبعدين بيتكون تاي هيتكون تاي وبعدين الاقي ايه الرياكشن اللي هو هيبقى عباره عن مقلوب يعني يبقى ده اللي هو اف على كام هو نفسي بقى هنا يعني واضح ان ده لازم يطلع مع ده ف الشكل كان مرايه ونص فوق ونص ايه ونص تحت طبعا انا في الحاله ده هيت خلاص مش كنتش محتاج ان انا احل المساله ودلوقتي برضو عارف لو انا عاوز اسالك عن المسافه ديت هتقول لي ربع العرض بتاع مين بتاع البيرنج بليت ولو قلت لك المسافه دي كام هتقول لي نص الايه تقريبا نص الارتفاع نفس الكلام ده موجود ايه تحت واقدر اجيب الفورس في الطاي لو عندي الطاي ده اسمه تي اقدر اجيب الفورس تي اللي هي بتساوي كام بقى اف على كام اف على 4 مش كده في 1 ناقص الايه الايه على الاتش يبقى دلوقتي اقدر اجيب الفورس تي عندي كام فورس تي عندي كام فورس 2 وطبعا اقدر احسب الحديد دي واقدر احسب الحديد دي وعارف مكان كل حديد واركزه زي بعض بالظبط بس ايه الوضع ايه بيتكرر طيب ده لو ايه لو ما فيش بي ريجونز طيب ممكن يحصل حاجه تانية ممكن يحصل ان الاتش تصغر شويه اوفرلاب فطبعا هيحصل ايه الجزء العدل ده يحصل له ايه هيقصر شويه طيب تعالى بقى نشوف مساله تانية لو حصل العكس لو عندي نفس المساله بس ال ال هي اللي كانت اكبر يعني طبعا احنا عارفين التسليح برضه يبقى كلوزد ايه يبقى كلوزد ستيربس بس شويه في اللي فوق وشويه في اللي تحت لو احنا بقى عكسنا وايه المساله وكبرنا البعد الافقي وصغرنا ايه البعد الراسي ده البعد الراسي هيصغر وده البعد الافقي بقى اكبر شويه وانا هاجي هنا عندي لوكال بريشر هقسمه برضو لكام قوه لقوتين وهنا نفس الفكره اللوكال بريشر هيتقسم لقوتين ف طيب انا عاوز هنا بقى ارسم الدي ريجون
فين الدي ريجون؟ فين حدود الدي ريجون؟ انا سي ان دوت ال طيب انا دلوقتي عاوز احسب ابعاد الدي ريجون، فين ابعاد الدي ريجون؟ هل في هنا تغير في الجيومتري؟ طيب في ايه؟ كونسنتريتد لودز. طب فين الابعاد؟ فين الدي ريجون؟ يعني المساله كلها دي ريجون ولا انا باخد قد ايه؟ يعني انا هاخد كده صح، هاخد جزء يمين وجزء ايه شمال. احنا دايما بنقول بناخد المسافه من المكان اللي فيه تغير اتش واي، يعني ايه يمين وايه وشمال. فانا التغير هو مكان الحمل المركز، فانا هاخد من الحمل المركز مسافه يمين ومسافه شمال. قد ايه المسافه؟ اتش ولا ايه اللي هنا؟ اتش. فناخد الايه بعد صغير بتاع ايه، بتاع المساله ولا بتاع ايه؟ البعد الصغير بتاع ايه؟ يعني انا بقول باخد البعد الصغير، البعد الصغير بتاع المساله ولا البعد الصغير بتاع الكروس سيكشن ولا البعد الكبير بتاع الكروس سيكشن؟ احنا قلنا قبل كده ايه عشان ما نتوهش بناخد سيكشن صح، وناخد البعد الكبير فين؟ للسيكشن نفسه. يعني انت لو خدت سيكشن ده كده هيطلع مين؟ هيطلع السكشن صح؟ ده ايه؟ بي وده اتش، يبقى البعد الكبير في الكروس سكشن. لو رجعت للمساله اللي فاتت خدت سكشن برضو ومشيت بنفس المنطق هتلاقيها ماشيه ايه؟ ماشيه صح. لكن ما ينفعش اقول البعد الايه؟ البعد صغير وخلاص، لا. ماشي؟ طيب انا دلوقتي حددت الدي ريجون، طيب عاوز ارسم بقى الايه؟ عاوز ارسم الاستراط انتاي موديل. ايه؟ لا اعتبر برضو ان المسافة الرأسية، ما هي اعتبر المسافة الرأسية كبيرة مش صغيرة يعني، بس هي صغيرة بالنسبة لمين؟ للمسافة الأفقية. فأنا هنا المسألة متماثلة، أصل المسألة ديت أنا بقول إن هي إن الدي 3 بتطلع تساوي 2 مين؟ 2 الدي 1، فلازم هيطلع نص ونص، يعني نص فوق ونص تحت، لكن هي ممكن المسافة إيه؟ تصغر شوية. فتعالى نرسم الموديل وكده. فلو انا رسمت الموديل هيبقى عندي برضو 2 كومبريشن، وبعدين هيبقى في دياجونال، وبعدين في تاي، وبعدين همشي شويه راسي، وبعدين في تاي تاني، وبعدين في دياجونالز، وبعدين هنزل ايه ب 2 كومبريشن. نفس الكلام، بس هي الفكره ان الجزء ده اللي هو الرأس ده ممكن يصغر يقصر مع الايه؟ مع صغر الابعاد، وممكن بعد شويه زي ما زميلنا بيقول تلاقي التايز تقرب من ايه؟ من بعضها وكده يعني. لكن في النهايه عندي في هنا ايه؟ تي، وعندي هنا تي، واضح برضو ان التاي قرب من التاي، ان التاي قرب منين؟ من التاي. فلو انا مثلا جيت ده الحل بتاع المساله، وكأن الجزء اللي على اليمين دوت والجزء اللي على الشمال يعني مش حاسين بالاحمال، ولا يعني كان ايه بعيد، يعني مفيش مشاكل بالنسبه لهم، الاحمال هتتنقل وزن اريا معينه وخلاص. طيب هنا الطاي قريب شويه من الطاي، فانا لما كنت باجي اسلح كنت بعمل ايه؟ كنت باجي احط الحديد بتاع الطاي الاولاني متوسطا سنتر، نص الحديد فوق ونص الحديد ايه تحت. فانا في الحاله دهيت لو جيت اطبق الكلام دوت هتلاقي مثلا ايه ده مثلا سي ثلاث مجموعات مثلا، وهنا ثلاث مجموعات، وبعدين هتيجي للطاي اللي بعديه تاخد ايه ثلاث مجموعات والثلاثة الايه التانيين. في الحالة ايه حصل؟ ايه ممكن يحصل؟ تداخل. فهنا بقى انا مش هختص كل طاي لوحده، لا انا ممكن في الاخر خالص اقول مثلا ان انا هحط الحديد فين، احط الحديد في المسافة دي كده مثلا، يبقى ايه حصل اوفرلاب او تداخل، فخلاص يبقى الارتفاع ده هو اللي هيتحط فيه الحديد اللي يشيل الايه التو تايز ايه مع بعضهم وكده يعني. ده الحل الاولاني او الاحتمال الاولاني للمساله. في ناس بقى اعترضت او لها وجهه نظر، فهنعرض وجهه النظر ونشوف يعني عشان نمشي معاهم ايه اللي هيحصل يعني مع المساله. وجهه النظر بتاعتهم جايه منين؟ وجهه النظر جايه منين؟ ان انا هنا عندي ايه؟ عندي فوليوم ايه؟ عندي فوليوم اوف كونكريت،
عندي حجم كبير من الخرسانة غير المسألة اللي فاتت لما كان العرض ايه العرض صغير فما كانش فيه اريا من الخرسانة تصد، لكن هنا اصبح فيه اريا ضخمة على اليمين وفي اريا ايه من الخرسانة برضو ضخمة فين يعني في كتلة من الخرسانة موجودة. فده وجهة النظر جاية من هنا. فهما بيقولهم ايه بيقولهم ايه لو احنا سي مثلا عندنا ده البعد مثلا كبير شوية كده وانا نزلت بالقوة دي قوة ودي قوة وهنا استرات دي اتقف على اثنين ودي اتقف على اثنين وبعدين انا نزلت بدياجونال ده كل ده هيتحقق وبعدين هنزل رأسي شوية وبعدين ايه هكمل تحت. طيب انت لما حطيت حتى هنا طاي لما حطيت هنا طاي ما هو الطاي ده حاجة يعني في يعني شيء او جسم فيه فورس هيحصل له elongation يعني هيحصل فيه سترينز فيه انفعالات هيطول اكيد نتيجة الفورس اللي فيه هيطول. فالنود ده هيت اللي هي النود ايه بيبقى عندها فرصة ان هي تتحرك فين ان هي يحصل حركة ناحية الايه الشمال مثلا زي مثلا لو احنا مكبرين قوي ان هي ممكن تروح لايه داش ما هو الطاي ده مش في الاستيستي يعني حاجه الاستيك يعني لما هيشد هيستطيل فمعنى ان هو بيستطيل يعني نقطه ايه بتتحرك هتتحرك مثلا ايا كانت المسافه اللي هتتحركها هتتحرك رايحه ناحيه ايه داش وبرده نقطه ايه اللي على اليمين هتتحرك ناحيه ايه داش. فلما يبقى انت واقف في مكان زي الايه وبعدين بتتحرك ناحيه اليمين عند ايه داش يبقى انت بتضغط على كتله الخرسانه اللي هي على ايدك اليمين وبتشد كتله الخرسانه اللي هي فين اللي على ايدك الايه الشمال. فطالما في شد احنا حطينا ايه حطينا طاي بس كان المفروض كمان نحط ايه كان المفروض ان احنا نيجي عند لو ده استرات ودي نقطه ايه وانا حطيت هنا طاي وده كومبريشن اللي هو الاف على 2 اللي هو الاف على 2. طيب ما كان واحد ممكن يقول طب ما انا ممكن احط ان هو كمان ايه هو مثلا وليكن سي واحد إيه لان الخرسانه مضغوطه والخرسانه لها سايز ولها كتله فهتصد وتقاوم فايه المانع ان انا إيه القوه اللي هي اف على 2 دهيت كلها ما تتشالش بمين ما تتشالش بالطاي لا ده اكيد جزء منها هيتشال بالطاي وليكن مثلا اف واحد على 2 وجزء هيتشال اللي هو ايه اف 2 على 2 صح اف 2 على 2 هيتشال عن طريق مين هيتشال عن طريق الايه الكومبريشن اللي هو السي بحيث ان انا في النهايه خالص في النهايه خالص لما احل المساله واخلص لو جمعت دول على بعض هيطلعوا يساوي مين يساوي الاف على 2 كاني وزعت على حاجتين. بس طبعا انا ساعات بيبقى عندي مشكله الاف واحد قد ايه الريشيو بتاعتها من الاف وقد ايه الريشيو بتاعت الاف 2 لو عندي شيء هبني عليه ماشي ما عنديش اخد 50% و50% اذا المساله دي ممكن في الاخر يعني تديني تو موديلز يعني ما تبقاش وان موديل لا يبقى عندي تو ايه تو موديلز واحد في الطاي واحد في الايه في الاسترات والاثنين في الاخر يتجمعوا على ايه على بعض. طب تعالى بقى احنا عرفنا اللي هو الاولاني اللي هو فيه الطاي تعالى ناخد اللي هو لو احنا قلنا خلاص هنشيل بقى الطاي ونتخيل ان احنا عندنا كومبريشن انا نزلت بالاسترات وبعدين هنزل راسي وبعدين هيبقى عندي استرات دياجونال تاني وبعدين هخرج بقوتين. فسيب بقى لو احنا سمينا في المساله الاولانيه اف 1 على 2 يبقى هنا اف 2 على ايه 2 وهنا اف 2 على 2 ودي برضو اف 2 على 2 ودي اف 2 على 2. طب فين الجزء اللي هو اف 1 على 2 ده راح لمين للموديل الاولاني اللي هو فيه الايه في الطاي. طب ايه اللي هيحصل بقى هنا تقول لك انا بقى هاجي هنا عند نقطه الايه ونقطه الايه واحط قوه كده احط هنا قوه ايه كومبريشن اعمل موديل ثاني بس الموديل الثاني ده بيعتمد على ان الخرسانه اللي على يمين الايه هي اللي هتقاوم الايه الكومبريشن. طبعا بعد شويه انا في حال المساله اصلا بيبقى عندي في حديد على الايدج دوت طيب نغير بس اللون بتاعه بيبقى عندي حديد على الايدج دوت وفي حديد برضه بيبقى فوق عند الايدج طبعا لو في حديد مشدود وفي حديد مشدود
فبطبيعة الحال هيتكون هنا ايه؟ هيتكون هنا سترات، لان انا طبعا لما اعمل سترات افقي خارج من الايه؟ لازم القوة دي تحتاج قوة تانية تتزن معاها، اللي هو الاشارة التانية او اتجاه التاني للسهم. فسي مثلا هقوم رايح ايه؟ مكون جوينت عند البي، طب ما هي الجوينت اللي عند البي ديت برضو لسه محتاجة حد يتزن معاها، فقمت عملت لها الايه؟ الدياجونال سترات اللي هو المايل، اللي هو هيتزن مع الطاي الرأسي والطاي الافقي عند الايه؟ عند النود رقم كام؟ رقم سي. نفس الكلام دوت انا هكونه فين؟ هكونه ايه؟ هكونه تحت. فهلاقي ان كل الممبرز ديت عباره عن ايه؟ يبقى انا عندي ادا طاي افقي، وعندي طاي راسي، وعندي طاي افقي، طبعا دول هيتقابلوا هنا في نفس النودز. طبعا النص ده هيتكون فين؟ هيتكون في الناحيه الثانيه، هيتكون في الناحيه الثانيه. يبقى انا عندي دلوقتي استرات ان تاي موديل رقم 2، وكان عندي استرات ان تاي موديل رقم 1. ده انا شيلت جزء بالكمبريشن، والثاني شيلت جزء بالايه؟ بالتنشن. طبعا ده هيكمل فين؟ النص اللي على الشمال زي النص اللي على اليمين، على اساس ان في ايه؟ في سيمتري وكده. فانا طبعا مش هرسم عشان الوقت، لكن واضح ان الموديل دوت في طاي افقي بس عند الايدج، وفي طاي راسي برضو عند الايدج، وفي طاي تحت عند الايدج اللي على البوتوم. وطبعا الكلام ده بيلف مع الايه؟ مع المساله، مع البيم بالشكل دوت. وانا كده كده المساله فيها حديد، يعني انا كده كده راصص حديد، فالحديد دوت ممكن يكون جزء من الحديد بتاع الايه؟ بتاع المساله. وهو كده بطبيعه الحال شغال هيشيل الفورسز اللي هي الثلاثه اللي هم الايه؟ التنشن. طيب يبقى في النهايه بقى ايه؟ انا اقول ان الحل او الفرض بتاع الناس دول فرض منطقي، ان المساله دي ممكن تتقسم لاسترات انتاي موديل 1 زائد استرات انتاي موديل ايه 2. ويبقى هنا طبعا عندنا لو احنا ركبنا الاثنين على بعض، انا مثلا هفترض ان دوت الموديل الاولاني خالص، ده الموديل الاولاني خالص، وانا في الموديل دوت كنت محتاج ايه؟ محتاج هنا ايه؟ سي مثلا تي 1، يبقى تي 1 ده اللي هو بتاع الموديل ايه؟ رقم 1. طيب بعد كده انا عاوز اجيب الموديل الثاني بقى اللي هو بقيت، وهركب الاثنين على بعض. فكان واضح ان كان عندي هنا ايه؟ كان في حديد ماشي كده بالشكل دوت، وده برضو ماشي بالشكل ده. هنا عندي بقى في سي، سمي ده زي ما تسميه بقى، سميه مثلا تي 2 مثلا، سمي ده مثلا تي 2 1 مثلا، وده تي 2 2، وده مثلا تي 2 تي 2 3، كانهم ثلاث اجزاء بس من الموديل رقم كام؟ من الموديل رقم 2. طبعا انا عندي الباقي ان ده في هنا استرات. طبعا انا عامل بالالوان على اساس ايه؟ افصل التو موديلز عن بعض، يعني اللون الاسمر ماشي مع واحد، وهو اللون الاصفر واللون الاحمر ماشي مع الثاني، لكن اللون الازرق ايه؟ مشترك، يعني مشترك مع الاثنين، يعني لو في فورس هتبقى مجموع الايه؟ التو فورسز وكده يعني. طبعا الموديل بقى دلوقتي محدد ولا غير محدد؟ بقى statically ايه؟ statically indeterminate، بقى statically indeterminate. وبقى في الحالة ديت هو مجموع ايه؟ مجموع two models وكده يعني. ده يمكن التفاصيل الخاصة بالدي ريجون رقم 3. طبعا الموديل دوت اللي هو مجموع الموديل رقم 1 والموديل رقم 2 بنسميه ايه؟ بنسميه الكومبايند. يعني ممكن بدل ما اقول اس تي ام 1 زائد اس تي ام 2 ممكن اقول عليه الكومبايند ايه؟ استرات اند ايه؟ اند تاي موديل. وطبعا لقينا ان في منطقيه للفرضيه، بس الموديل ده عشان يتحقق لازم يكون عندي هنا ايه؟ في الاماكن ديت، لكن يبقى عندي سايز كافي من الخرسانه ان هو يمنع الايه؟ او يقاوم الايه؟ يقاوم الضغط. واللي ساعدني على ان الموديل ده يشتغل كمان ايه؟ ان في هنا حديد بطبيعه الحال موجود فين؟ موجود في المساله، فهيقوم ايه؟ هيقوم بدوره كده يعني. طيب يعني هل لو بصينا هنا في المساله ديت، يعني لو رجعنا لورا شويه كده،
لو رجعنا لو رجعنا للمساله للسرات ان تايم موديل رقم 2، فاكرين السرات ان تايم موديل رقم او الدي ريجون رقم 2؟ الدي ريجون رقم 2 اللي كان فيها كان فيها الفورس كانت ايه اكسنتريك، كانت اكسنتريك، فكان فيها حديد كده وبعدين حديد ايه راسي صح كده مظبوط، وكان في هنا طاي كده، وده كل ده ستراتس. الموديل ده كان بتاع الدي ريجون رقم كام؟ رقم ايه؟ 2 صح. طيب هل احنا هنا نقدر نقول ان انا لو خدت كده ربع كده مثلا ربع كده، هل ده يمشي اللي هو ينفع؟ في عندي طيب لا سيبك من اللي تحت، ما هي انت بتتكلم على لا انا بتكلم لو خدت الربع، لو خدت الربع انا عندي ده وده صح مظبوط، فهم برضو هنا هم مظبوط كده. ولو بصيت لبقيه السيستم هتلاقيه ايه ماشي، بس هو الموديل ده المشكله ان هو مش لوحده، يعني الموديل ده مش هيمشي لايه لوحده، هو معاه مين؟ معاه ايه؟ مع ده. فانا لو هقسم هنا دلوقتي اقسم مين بقى؟ يعني ما ينفعش اخد الاستراب ان تايم موديل 2 لوحده، لازم اخد الكومبايند اللي هو استرات اند موديل واحد مع الاستراب اند موديل 2 على بعض. فلو انا بقسم هنا بقى وعاوز اخد ربع، اخد الربع بتاع مين؟ اخد الربع بتاع دوت صح، لان ده الكامل، ده اللي على بعضيه، لكن الثاني كان جزء فما ينفعش افصله. ففي الحاله ديت لو انا خدت الربع كده، هل ده يشبه الدي 2؟ هل يشبهه؟ لا، في خلاف. ايه الخلاف؟ ان في هنا ايه طاي، والطاي ده مش موجود هناك، فطبعا ايه ما ينفعش ايه المساله دي تبقى ايه جزء من المساله الايه اللي فاتت وكده. واضح. انا هكتفي بكده، ومعلش الصوت بس. طبعا احنا هنكتفي بالدي 3 النهارده ونكمل بقيه الدي ريجونز، لكن هندي بقى بعض الايه المسائل، بعض المسائل. يعني انا ممكن نحاول نفكر، يعني نحاول تو كونستراكت، يعني انك ترسم الاستراكت ان تاي موديل. يعني لو انا عندي ساعات في بلاطات كده، لو عندي فلات بليت سقف يعني، وساعات بخفض انا البلاطه عشان الصوت بتاع الحمام وكده، فبيبقى ده دوت الشكل يعني. وزي ان انا عندي ده اندر مومنت يعني، فبيبقى مطلوب مني ان انا اعمل ديتيل للحديد في المكان دوت. وساعات التفصيله دهيت بيتقال عليها ايه تيبيكال، ايه تيبيكال ديتيل، زي ما في تيبيكال دي ريجونز وبي ريجونز، في تيبيكال ديتيلز، ان يبقى عندي مساله بشكل معين بتتكرر فانا اعمل لها التفاصيل بتاعتها، بحيث ان انا اقول في الرسومات يعني لما تجد الرسمه عندك الايه التفصيله جاهزه وكده يعني. فديت طبعا احنا هنحاول نرسم الاستراد ان تايم موديل. احنا الوقت هنعمل ايه في المومنت؟ هنشيل المومنت ونحط مكانه ايه، ونحط مكانه سي وتي. بس طبعا هنا المشكله كلها ان المومنت قد المومنت، لكن هنا هنفترض ان الاتش دوت، وهنا ايه وهنا 2 الاتش، فالفورسز هتطلع هنا في ناحيه ايه قد الايه الفورسز مرتين وكده ماشي. المساله الثانيه ان احنا ممكن نحل نفس المساله، بس ايه نقلب الـ يعني التغير من تحت، يعني البلاطه من فوق عدله ومن تحت فيها كسره عكس اللي فوق كانت من عدله من تحت. طب احيان بقى ساعات مساله ثالثه، يعني لو دي المساله رقم واحد دي المساله رقم اثنين، اكيد طبعا الموديل هيتغير من واحد لايه لاثنين وكده يعني. ليه؟ لان اللي فوق الكومبريشن فوق والتنشن تحت، الثانيه التنشن جه بقى في المنطقه اللي فيها كسره، الكومبريشن في المنطقه العادله وكده. احيانا بقى بضطر ان انا اوطي البلاطه كلها، يعني ايه يعني البلاطه كلها تمشي بنفس السيكنس، انا هنا مش هغير في السيكنس، يبقى الدايمنشنز ما حصلش فيها ابرابت تشينج، يبقى المسالتين واحد واثنين حصل ابرابت تشينج في الدايمنشنز، لكن المساله رقم ثلاثه حصل ابرابت تشينج فين؟ في الدايركشن. فلو انا عندي الكاميرا او البلاطه دي ارتفاعها اتش،
هلاقي هنا برضو ارتفاعها اتش، هلاقي حتى الجزء ده هو ايضا عرضه كام اتش، لان هي كانها بلاطه وبتغير الايه الاتجاه، فما ينفعش السيكنس يقل عن كام عن الايه عن الاتش. برضو هنا هاثر بالمومنت، يعني في المساله رقم 3 هو بس كل اللي حصل ان المساله شكلها اتغير، لكن انا عندي هنا ايه عندي مومنت برضو، وعاوزين نرسم الاسترات اند تاي، وانا برسم الاسترات اند تاي على اساس ان انا في الاخر ارسم الديتيلز بتاعت الحديد فين في الكسره ديت، لان اللي بينفذ هيسالني يقول لي اعمل ايه، يعني مين يقف ومين يمشي والزاويه فين لتحت لفوق وهمد قد ايه وكده، فلازم انا اديله تفصيله. تفصيله هنا انا ما اقدرش اوصل ليها غير بالاسترات اند تاي موديل، يعني مفيش حاجه هتقدر تديني النتيجه دي غير الاسترات اند تاي موديل. هنا طبعا عشان برضو المساله تبقى واضحه، خلي ده ماشي مع ده، خلي ده ماشي مع ده، بحيث يبقى هنا السقوط يساوي ايه، يبقى قيمه السقوط يساوي كام، يساوي اتش. طب وفكر في المساله تاني، لو السقوط اكبر شويه، يعني لو السقوط مثلا بقى 2 اتش، لو السقوط اصبح ايه 2 اتش مش اتش، فبقى اصبح دي مش على امتداد ايه مش على امتداد الجزء اللي تحت. طبعا في حاجه برضو هنحاول نفكر فيها يعني بصفه عامه، يعني اشغل بالك بيها. انا لو عندي مساله كان في حمل يونيفورم مثلا، وعندي 2 سبورت كده مثلا، فانا قلت دي اف مثلا وديت اف، او اف على 2 واف على 2، وده كان دبليو، الحمل ده ايه دبليو. طيب انا قلت النظريه اصلا هي ايه، لازم الاحمال تتحول لاحمال ايه مركزه، صح؟ ما عنديش حته حمل موزع هيدخل، لازم عن طريق النودز. طيب انا هنا بضطر اقسم الحمل الموزع لايه، لاثنين لاثنين، عشان عندي مخرجين، فانا هاجي احط هنا نص ونص، يبقى ده اف ايه على 2 وده اف على 2، وبلاقي في الاخر ان الاف بتساوي ايه دبليو في مين، دبليو في ايه في ال، لو الايه لو ال اللي هو مين هو الافقي، وافترض المساله الا اتش، يعني اسيوم ال ال تساوي ايه اتش. خلاص المساله دي واضحه المساله دي. طب تعالى انا هديك مساله ثانيه، هي نفس المساله بس انا هغير المطلوب في كل المسائل ان انا ارسم الاسترات ان تاي، وبالتالي اقدر اجيب اعرف الطاي فين، واقدر اجيب الحديد اللي فيه، واعرف محتاج يتربط ازاي، وكلوزد استراب ولا مش استراب وكده. طيب المساله دي بقى من الحل من البدايه، المساله مش احمال موزعه، لا ده هي من الاصل الاحمال مركزه، بس الحمل دوت هيبقى اف على 2 برضو، والحمل ده الرياكشن ده هيبقى اف على 2، وبعدين المسافه ده هي هتبقى ال على كام، ال على 4 وال على 4 وال على 4 وال على 4، صح؟ ما هي هنا المسافات هتطلع كام اصلا، لا هنا المسافات هتطلع كام، هي نفسها ال على 4. طب ايه وجهه نظري من المساله ديت، ان المساله ديت حلها هيطلع زي مين، مع ان المسالتين اصلهم مش زي بعض، ده حمل موزع وده حمل مركز، يبقى انت كده عملت ايه، عملت خلل صح. يبقى انت لو تو موديلز طلعوا شبه بعض، يبقى الحل بتاعك مش منطقي، لان المسالتين مختلفتين، يا اما انت يعني افسدت واحده منهم وصلتها للثانيه، لا فانا لازم اراعي الكلام دوت وانا بحل، ان الحمل الموزع حاجه والحمل المركز، والحمل الموزع لما يتحول لمركز غير لما يبقى اصله وطبيعته في الاول ايه حمل ايه مركز. فخلي بالك، فكر اقعد ارسم التو موديلز وشوف المفروض يبقوا زي بعض ولا يبقوا مختلفين. لو عاوز رايي المفروض يبقوا مختلفين، مش زي بعض، صح؟ مش زي بعض. يمكن في حاجة أنا نسيت أقولها في المسألة اللي هي فاتت، لما رسمنا الاسترات أند تاي موديل اللي هو كان في تي واحد، اللي هو استرات أند تاي موديل رقم واحد، صح؟ الاسترات أند تاي موديل واحد، لما ده الطاي وأنا بحتاج أربط الفورس بعد الجوينت بكام أو بعد النود بكام، اللي دي مثلا، بس انا هنا محتاج يوبر
ليه مش محتاج يوبر؟ مش محتاج يوبر ليه؟ لان انا عندي السكة مفتوحة صح؟ فممكن امد الايه؟ ممكن امد الحديد والحديد يبقى ايه؟ ستريت. ليه ستريت؟ يبقى انا ما بضطرش الف السيخ الا اذا المكان اتقفل. المكان اتقفل، لكن لو في سبيس ان انا امشي عدل، ايه اللي يخليني يعني اتعب نفسي طالما السكة عدل او ماشي عدل؟ واضح؟ طيب كفاية كده.